في الحلقة القادمة من برنامج بين طرفين. حراك وليس حركة، حراك فكري في مقابل عنصرية سلالية، تكوين حركة ثلاثية ماضوية تؤمن أنه يعني وجود ماضي ذهبي في اليمن قبل 2000 سنة لن يتكرر، وأنه يمكن الهدف الأسمى أن نحن فقط نوصل إلى جزء بسيط جدا مما كانوا عليه أجدادنا. واحدة من أكبر المآخذ على الحوثيين إلى موضوع محاولة طمس الهوية، محاولة طمس الوجود للكل، هو استجرار الماضي. أنتم أيضا تستجرون الماضي. الأقيال هم الحكام المحليين الذين كانوا يتحكموا في جماعات الطبقة المحلية، ويجمعوا الضرائب للسلطة المركزية، ويعني يقوموا بتجهيز المقاتلين للسلطة المركزية. وكما قلت هم في العصر الحديث زي ما بنسميه شيخ المشايخ أو المشايخ. حراك الأقيال ببساطة شديدة جدا هو لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم تنوعاتهم، وهدفه في الأخير هو مواطنة متساوية. بين طرفين يأتيكم في الأوقات التالية.